لمناقشة التوتر العسكري الأمريكي الصيني انضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الخبير العسكري العقيد حاتم الراوي. سيادة العقيد، مرحبا بكم. لنبدأ من الكونغرس، حيث رفع موازنة البنتاغون بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، ولكن في هذا المفصل ما حاجة دولة مثل الولايات المتحدة لهذا الإجراء أمام الصين؟ هل هنا خطورة تشكلها الصين من خلال قوتها العسكرية؟ سيادة العقيد، سلامي لك أستاذي الكريم وللسادة المشاهدين. الحقيقة يعني أنا لا أذهب برفع هذه النسبة لتسليح البنتاغون أو للصرف العسكري على القوات العسكرية الأمريكية، لا أذهب به باتجاه الصين إلا بشكل محدود تماما لأكثر من سبب، إذا الوقت سمح نستطيع أن نفردها. تفضل. إلا أن هذا الرفع أنا أذهب به إلى النية التي يعني بدأت تقترب تماما تنفيذها من الشرق الأوسط الجديد، الذي يعني يعتبر هو مشروع أمريكا الأساسي، وهو المشروع الحياتي. هذا من جهة. من لو عدنا إلى يعني أسباب التي يعني لا تدعني يعني تجعلني أذهب إلى أن هذا الرفع يخص الصين، لأن الصين نعم الصين تملك من التقنيات يعني ما يعني أستطيع أن أعتبرها من الدول المتقدمة جدا في مجال التقنيات والتقنيات العسكرية خاصة، إلا أنها لا ترتقي إلى مستوى التقنيات الأمريكية العسكرية. من هذه من ناحية. الناحية الأخرى، لا أعتقد أن الصين التي لم تجرب بعد الحروب الكبيرة قادرة على خلق مواجهة مباشرة مع أمريكا، ولا أمريكا ترغب بمثل هذا الصدام. ورأينا نحن أن حادثة المنطاد مرت بردا وسلاما، يعني ما يعني يعني مرت باعتذار، علما بأن المنطاد كان يعني وضع تحرش عسكري واضح تماما بمحتوياته وبمهمته وبالمسافات الطويلة التي سارها داخل الأراضي الأمريكية أو في الأجواء الأمريكية. لذلك يعني لابد لأمريكا من أخذ كل الاحتياطات باتجاه الصين والتوتر حول مسألة تايوان، إلا أن النفس مديد وبطيء جدا. أضف إلى أن الصين يعني معروف عن الصين دائما تحسبها بدقة أن المغامرة على قدر العائد. إن لم تضمن الصين العائد لا أتصور أنها تغامر. وأكبر دليل على ذلك أنها حتى اليوم يعني بعد مرور سنة وشهر على الدخول روسيا إلى أوكرانيا، لم تدخل بشكل فعال بأكثر من تصريحات ولقاءات واجتماع يعني شريك مع روسيا، لأنها لا تريد أن تقف وجها لوجه أمام أمريكا. هذا سيادة العقيد، أنا هل يمكن لنا أن نقول أن الولايات المتحدة أصبحت ضعيفة عسكريا أمام الصين؟ هل بالإمكان أن نطلق هذا التوصيف؟ أستاذي الكريم، يعني ماذا للصين حول العالم؟ أكثر من التجارة. نعم الصين غزت العالم تجاريا وحاولت أن تلعب لعبة يعني أن تجعل اليوان الصيني يسبق الدولار ويجلس في مكانه، ومع ذلك يعني كثرة الشركات الأمريكية ورؤوس الأموال الأمريكية في الصين جعلها تتراجع عن هذا الموقف. الصين الأمريكا لها 800 قاعدة حول العالم يعني، وأما بالنسبة لسحب الطائرات أو تبديل استبدال الطائرات القديمة بجديدة، فهي لم تعد بحاجة إلى طائرات متطورة في قواعدها في منطقة الشرق الأوسط، لأن الأسطول الخامس موجود في يعني في 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 منتصف الشرق الأوسط وفي داخله. لذلك أنا أقول أن هذا الرفع هو من أجل الشرق الأوسط الجديد أكثر ما هو من أجل الصين. سيادة العقيد، إلى أي مدى ستستفيد واشنطن من سحب مقاتلاتها الحديثة من الشرق الأوسط واستبدالها بالقديمة؟ ما مدى خطورة هذه الخطوة سيادة العقيد؟ أمريكا تصرح دائما
بسحب قوات وبتبديل أسلحة وإلى آخره، لكن عمليا يعني أنا عندما يكون الأسطول الخامس موجود في على مقربة من المكان الذي يعني يحتمل اشتعاله في أي لحظة، وخاصة يعني احتمال ضرب إسرائيل لإيران، فما يعني غير مهم على الإطلاق أن أستبدل الطائرات الجديدة بطائرات قديمة، لكن كنوع من يعني لوي الذراع للصين لابد من إشعارها أنها مستعدة لأي تحرش أو أي احتكاك. من إسطنبول الخبير العسكري العقيد حاتم الراوي، شكرا جزيلا لكم.